السلام عليكم، معاكم محمد عدي النخلي. اليوم حنوجد كيف نطلع الفي بيك والفي بيك تو بيك والفي ار ام اس والفي افريج. طيب الفي بيك كلنا بنعرف انه اعلى قمة اللي هي كم بتساوي، اللي هي بين الخمسة وبين الاربعة، يعني النص، يعني مدامها في النص يصير هي تساوي اربعة ونص، هي 4.5. طيب الفي بيك تو بيك كيف نطلعه على طول؟ اذا طلعنا الفي بيك نضربه في 2، هذا بيعطينا الفي بيك تو بيك اللي هو يساوي كم؟ يساوي 9 فولت. طيب الفي ار ام اس عندنا احنا الفي بيك، يصير الفي بيك نضربه في الرقم هذا الثابت اللي هو 0.707، هذا رقم ثابت. اذا بنطلع الار ام اس على طول بنحط هذا الرقم ضرب الفي بيك. طيب الفي ار ام الفي افريج، الفي افريج كمان عندنا هذا الرقم ثابت اللي هو 0.637، هذا رقم ثابت. اذا بنطلع الفي افريج نجيب هذا الرقم، يعني هذا لازم نحفظه ونضربه في اللي هو الفي بي، هذا نضربه فيه بيطلع لنا اللي هو 2.87 فولت.